برحب بحضراتكم مرة تانية وألف ألف مبروك مرة تانية لكل جماهير النادي الأهلي. برحب بضيفي وضيف حضراتكم اللي مشرفني النهاردة في الكلاسيكو، وحلقة استثنائية خاصة جدا مع ضيفي الكابتن عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق. أهلا بك يا كابتن وألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك لمصر ومبروك للنادي الأهلي ومبروك للي تعب وشقي اسمه كابتن محمود الخطيب. أنا شفتك في أوضة الضيوف كنت بتقرا قران واول ما خرجت من الاوضه قلت جون، وقبل ما علي معلول يرفع الكوره صح كده اتكررت واحنا في النخبه وكمونا بيجيب الجون من رفعه محمد يوسف نفس الكلام نفس النهارده، وانا ماسك المصحف كلمه الله بالاحمر احرز النادي الاهلي الهدف اللي هو توج بيه لل11 ان شاء الله. كنت واثق ان الاهلي هيحرز هدف التعادل طول ما صفاره الحكم ما انتهتش، عندي يقين واقتناع في ربنا سبحانه وتعالى ان انا هكسب في اي وقت. كنت متوقع يرجعوا ترجع فرقه الوداد؟ لا، هو عمل اللي احنا اخطانا بيه في القاهره. اعتمد على الهدف المبكر. جابه في اخر الشوط الاولاني. بعد كده ابتدى يتراجع على الثبات. نرجع لبطوله ابو تريكه في ماتش الصفاقس برضه التراجع لغايه اما شاوروا للجماهير ان المباراه خلصت وانتهت، وفي الدقيقه 92 احرز الهدف الشهير لوجودنا في كاس العالم للانديه. النهارده نفس الكلام، لازم نديله حقه. محمد عبد المنعم احسن لعيب في مصر، احسن لعيب في افريقيا، اهدافه كلها مؤثره، كلها ليها سبب. ماتش الرجاء، ماتش الوداد النهارده، كل دوت رغم صغر سنه هو اتولد كبير. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اتولد كبير ماتش صن داونز في دوري المجموعات فاكر. خلاص هو راجل اتولد كبير وعنده شخصيه، شخصيته انطبعت على زمايله. في فكر النهارده كولر بيدي دروس لكل مدربين الوطن العربي. انضباطه التكتيكي، اسلوبه، تغييراته المؤثره. النهارده ابتدى يفكر ان قفشه بيعرف يتحكم في زمام المباراه، يقدر يوصل الفرقه للي هو عايزه. احنا بعد الهدف نقدر نجيب 5 اهداف، 2 شريف واثنين عبد القادر وواحده السلية. بالمناسبه عبد المنعم خد رجل المباراه دلوقتي. شفتي طبعا. احنا لسه ما قلناش حاجه اهو. والحقيقه كمان يا كابتن عايز اتكلم ان الكرات الثابته خلاص بقت يعني عنصر خطير جدا بالنسبه للاهلي خاصه في النهائيات. شفنا منعم، شفنا السلية قبل كده صح، بس لازم يكون احنا الحاجات اللي بتتعمل علينا احنا يكون لها ايجابيه شويه. نتعلم منها الدروس المستفاده في الكره الثابته اللي حصلت للنادي الاهلي. هدف هو بيلعب عليه، عارف ان يحيى عطيه الله بيعمل الكره كده. لازم ادي لنفسي اريحيه، لازم اخلي الشناوي يبقى صمام امان بالنسبه لي. واهم لقطه امام سامي، نقطه مهمه جدا، الشناوي قلع ميداليته واداها لمصطفى شوبير اللي خارج بره التشكيل خالص. بص انكار الذات هو ده اللي عمل شوط اول رائع جدا ويحسب ليه ودخل التاريخ من خلاله من اوسع ابوابه. الصوره اهي معانا. بصي يعني انت انا شفتها طبعا، انا كنت بجهز عشان اديتني ميداليتك وانا عارف الراجل من حضنه ليه شاله. انت بتديني انا، انت بتنكر ذاتك. بصي كابتن فريق النادي الاهلي بيعمل ايه. بص الناس كمان يعني اللي حواليهم المستغربين من اللقطه. انا نازل من منصه التتويج بسلم شوبير اللي قطع الشوط الاولاني بايجابيه لمده 48 لغايه الشوط كامل 90 دقيقه بميداليه ذهبيه، ان هو الراجل السبب، وانا اللي بقول لك انا وانت واحد، انت السبب في الجزء الاولاني وربنا كرمني في الجزء الثاني. ده اللي احنا دايما نقول عليه اجيال بتسلم اجيال صح؟ يعني هي دي خلاص اتعلمناها كده. بصي النادي الاهلي بيعلمنا حاجات كتير. بيعلمنا لحياتنا العمليه، بيعلمنا لحياتنا الشخصيه، بيعلمنا نتعامل مع الناس ازاي، بيعلمنا ان احنا طول عمرنا ابطال، بيعلمنا ان احنا 6 سنين متتاليين بنوصل فاينل نهائي وبنعمل المعادله الصعبه. وان انت ما تحبطش، انت كنت بتلعب وسط النهارده 50,000 مشجع. لا يعني فعلا يتعمل له حساب، استاد يتعمل له حساب. حضرتك اتكلموا من اول ماتش الهلال والاحباط النفسي والذهني. كولر النهارده فاجئ الناس بعد مباراه التعادل 2-1 في مصر المكسب، وقال في المؤتمر الصحفي انا كسبت، انتوا بتكلموني ان انا خسرت، انا عندي هدفين، المكسب والتعادل. هو ما عندوش غير المكسب بس صح. ونفس الكلام انطاع عبد الشناوي اما قال للصحفي انت بتكلمني عن السنه اللي فاتت ليه؟ كلمني عن الحاضر. احنا النادي الاهلي اللي انت ما شفتوش قبل كده، ولا انت الوداد بتاع السنه اللي فاتت. كل ده بينطبع، الثبات الانفعالي اللي فيه كولر النهارده وعدم تشتيت الذهن انطبع على لعيبته، التركيز من اول السفريه، وجودك في الفندق، عدم تدي احاديث صحفيه لحد، عدم التصوير، فكرك كله انا رايح لهدف، هدفي ان شاء الله اكون بلعب مع 80,000، هو 80 مش هينزلوا، 80 بتسقف بس. انا بشتغل ازاي؟ انا عايز ايه؟ انا هدفي رايح لايه؟ انت اتعلمت من الدرس، الدرس القديم كان امور مفتعله ومضايقه الناس والجماهير وانت كنت ماشي من هنا وانت محبط، واما سافرت هناك ممنوع دخول مجلس الاداره وممنوع دخول الجماهير وحصلت مشاكل وعلوا نفسه التاشيره، كل الكلام ده
النادي الاهلي اتعلمه. الراجل ثبات انفعالي، ذكاء، بعث الثقه في لعيبته، اداء لعيبته المتميز. بعد ما الشوط الاولاني خلص، الاهلي اللي كان استحواذ الشوط الاولاني 70 30 لفرقه الوداد، الشوط الثاني الاهلي استحواذه 80 بدأ 20. بدايه مقلقه. ما انت خلصت، انت وصلتيني بلع الطعم. فان دي بروك بلع الطعم اللي بلعه منذر الكباير، اللي هو اللعب الطويل. يبقى انت ريحتني. وذكاء الراجل انه اشتغل برامي ربيعه عشان يوصل الكثافه العدديه لعيبه النادي الاهلي. كل اللعيبه نجوم. كنا بنرصد احتفالات المصريين طبعا لحد دلوقتي، وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. مصر مش هتنام. اللي بيحتفل بالبطوله دي، صح؟ مصر مش هتنام. لا الحمد لله. بصي التورتايه بتاعت النادي الاهلي معانا يا كابتن هيعم. التورتايه اللي النادي الاهلي عايش بيها، اتوج بيها جميع البطولات. وان شاء الله يجي ينهي الدوري العام والبطولات الجماعيه في الالعاب الاخرى. النهارده الكريزه الحمراء اللي اتحلت التورتايه عملها النادي الاهلي خلاص. بصي ولسه عندك كاس العالم للانديه كمان، يعني انت عندك طموح. لا احنا مش طمعين، احنا بنتفرج من بعيد وبنغش. احنا خلاص واصلين. عندك طموح توصل لكاس العالم للانديه وتقابل نجوم كبيره السنه دي. مع السيتي والاهلي مش غريب عن المحافل الدوليه. بالزبط الحقيقه بالزبط. انا زمايلي محضرين تقرير عن فوز الاهلي بالبطوله دي. تمام، خلينا نتابعه معاك. ماشي، ونتابعه مع حضراتكم في الحلقه الاستثنائيه والخاصه جدا في الكلاسيكو. ال11 يا اهلي ولاعيبة الاهلي كانوا على الموعد ونفذوا طلب جماهيرهم وجابوا البطولة من المغرب بعد ما رجع الاهلي من بعيد. فبعد تراجع نتائجه في دور المجموعات، الفريق اتحول في الادوار الاقصائية لنسخة تانية تماما، اطاحت بالرجاء والترجي في طريقها قبل ما تتغلب على الوداد في محطتها الاخيرة في نهائي مكرر من السنة اللي فاتت. الاهلي لعب ماتش العودة بطريقة مدروسة، ورغم ضغوطات الجماهير المغربية قدر يقسم الماتش على فترات، وعرف ازاي مدربه كولر يحافظ على المكسب الغالي اللي حققه في الذهاب على استاد القاهرة 2-1 عشان يتوج بالبطولة للمرة الثالثة خلال 4 سنوات، ويكرر لاعبي الجيل الحالي انجاز كتيبة جوزيه في 2005 و2006 و2008، ويبدأ الاهلي في التخطيط لتحقيق موسم تاريخي ويفوز بأكبر عدد من البطولات في عام واحد. برحب بحضراتكم مرة تانية، وعايزة في البداية يعني واحنا بنتابع مع حضراتكم وبنرصد أجواء الفرحة دي، وبنتابع كمان يعني رصد الفرحة من هناك، يعني حتى على مستوى البعثة، فريق النادي الأهلي، الناس اللي طاروا مع البعثة زي محمد جمال اللي بيكلمنا دلوقتي من كازابلانكا ومن ملعب المباراة. محمد انت موجود هناك؟ ازيك يا سام، وتحياتي كابتن عمرو الحديدي، والف الف مبروك لنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الف مبروك ليك يا محمد انت كمان. كلمني عن الاجواء، وفين فريق النادي الاهلي يتحرك، فين البعثه، كلام الناس ايه؟ النادي الاهلي موجود دلوقتي، لسه موجودين في ارض الملعب، موجودين في ارضيه ملعب مركب محمد الخامس. الجماهير لا زالت موجوده كما هي جماهير النادي الاهلي بالطبع. تحيه كبيره لجماهير النادي الاهلي، للاعيبتها، اللعيبه موجودين لا زالوا بيحتفلوا داخل ارضيه الملعب. ملعب صعب جدا يا سام، عايز اقول لك يعني شكر كبير جدا جدا لعيبه النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه. الملعب صعب جدا، احنا قاعدين متوترين في المدرجات، ما بالك باللعيبه في الملعب. احنا ما كناش شايفين اللعيبه، يعني في وقت كده يا محمد احنا لا كنا شايفين الملعب ولا كنا شايفين الحكم ولا اللعيب، ما كناش شايفين حاجه بسبب الشماريخ. الشماريخ دي من قبل المباراه، الشماريخ دي من قبل المباراه، الشماريخ دي احنا لاحظناها بعد ما سجلوا الهدف الاول، صح؟ لا، وهم بيسخنوا وهم نازلين يسخنوا مرميه على اول واحد مروان عطيه، من قبل التسخين، من نزول فريق الوداد الاحماء وبعديها فريق النادي الاهلي. الموضوع ابتدى يتزايد بعد نهايه الشوط الاول، كان في شماريخ بعد الهدف مباشره، كان في شماريخ. الشماريخ بقى زادت لما توقفت المباراه، فملاك الدين يقرر يوقف المباراه، مراقب المباراه اتكلم مع الحكم والاثنين قرروا يوقفوا المباراه. الا لما يعني شويه الامور ابتدت تنكشف، التحف الدخان اللي كانت موجوده، والحمد لله الحمد لله يعني الامور عادت على خير. كلمني عن الجماهير اللي كانت حاضره الماتش في مركب محمد الخامس. جماهير الاهلي، جماهير كبيره النهارده، 2000 متفرج جم من كل حته. تحيه كبيره لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك يا علولو.
جنبي كل لعيبه النادي الاهلي دلوقتي موجودين قدام المتفرجين، راحوا يحييهم لانهم عارفين الدور اللي عملوه والتعب اللي تعبوه خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. لو انت سامعاني يا اسهام، انا دلوقتي ظهري على طول، جماهير النادي الاهلي ما سابتش الملعب لحد دلوقتي، فرحه مكمله معاهم لحد الصباح ان شاء الله. شفت اللقطه بتاعت الشناوي اللي سلم ميداليته لشوبير؟ كنا لسه بنتكلم انا وكابتن عمرو الحديدي في الموضوع ده، انه اجيال بتسلم اجيال يا محمد. ده الطبيعي يا سامي في النادي الاهلي، معاك كابتن عمرو الحديدي نجم من نجوم النادي الاهلي يقول لك ان ده الطبيعي في النادي الاهلي. محمد الشناوي قائد النادي الاهلي مش بس حارس مرمى، ناس كتير كانت اتكلمت على انه لم يساند مصطفى شوبير، ان هو كان متضايق انه ما لعبش مباراه الذهاب، وده غير حقيقي تماما. الراجل كان بيكافئ مصطفى شوبير قدام الناس كلها وبيقول له ان هو اسهم بشكل كبير في تتويج النادي الاهلي باللقب وعوده اللقب الافريقي للنادي الاهلي مره اخرى. كابتن محمود الخطيب نزل للعيبه واتكلم معاهم؟ لا انا مش شايف الكابتن محمود، الكابتن محمود نزل في الاستلام بعد المباراه، انا شايفه مستحيل. مجلس الاداره بالكامل موجود بيتكلموا مع اللعيبه واثنوا عليهم، اتكلموا مع مارسيل كولر وشكروه. اللعيبه كلها دلوقتي موجوده بتتصور بكاس افريقيا طبعا. بنحاول ان احنا حقهم يا محمد قليل يا سامي، بقول لك حقهم هيعملوا ايه يعني؟ طبعا رجاله هيتصوروا جدا 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 يعني. الحمد لله. محمد شكرا ليك، ومستنيينك في حلقه في الكلاسيكو ان شاء الله لما ترجعوا بالسلامه بالكاس باذن الله. شكرا جزيلا ليك محمد جمال الناقد الرياضي، كان بيتابع الماتش من هناك وسافر مع البعثة، وكان بيكلمنا من قلب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. برجع تاني للكابتن عمرو الحديد اللي مشرفني، وعايزه اتكلم عن كابتن محمود الخطيب. وانت قلت لي دلوقتي شاورت لي قلت لي كان بيبكي صح؟ ايوه علشان كده ما نزلش الملعب. ده هو اتشد ساعه ما فاضل 8 دقايق. بصي كل حاجه مع علي معلول. اديني عنوان بقى للصوره دي. ده منعم طبعا. هقول حاجه، الحنيه. هو بيقول له انقذتني من اللي بيتقال عليا. انقذتني باللي بيتقال عليا، بس علي معلول هم الناس عارفه مقداره كويس قوي الاهلاويه. احنا ال 2000 اللي كانوا موجودين ب 20 مليون، احنا مش حاسين ان هم كانوا 2000. النبض بتاعهم واصل لكل لعيب في الملعب. لقطه زي دي علي معلول بيشكر محمد عبد المنعم بدموعه وبحضنه وليس بالكلام. ومحمد عبد المنعم بيقول له علوله انت النادي الاهلي وانت تاريخ النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. كل واحد فيهم بيقول لنفس الثاني انت عملت ايه؟ انت اصل النادي. اذا كان انا بجيب جون فانت علي معلول، وعلي معلول بيقول له وانت انقذتني من الكلام اللي اتقال عليا. كل واحد فيهم بينكر ذاته. النادي الاهلي طول عمره كده. روحهم حلوه مع طبعا بعض. طبعا طبعا هو ده النادي الاهلي. اوضه اللبس كمان يا كابتن صح؟ يعني دايما اسمع ان الروح دي طالعه من اوضه اللبس قبل ما نشوف كده، قبل ما نشوفها متصوره كده قدامنا، قبل ما تشوفها من اللعيبه، قبل ما تشوفها من العمال، تشوفها من كل اللي حواليكي، من اللي حواليك كلهم. سبل الخدمه، انكار الذات، خادم القوم سيدهم، كلهم بيخدموا بعض. أيوة. كلهم واقفين جنب بعض. ادي الجماهير بقى مهما كانت الصعاب. سنكتب التاريخ ولن نتوقف الالقاب. سنكتب التاريخ ولن نتوقف الالقاب. بس الناس بتكتب تكتب شعر. يعني ناس متصوره وحاطه الصوره اللي فوق بابطال ال 11 يا اهلي. اللي جابها لليمين بتاعه الوداد اللي فيها العملود ونجم كانت انشط هجوميا. ده كان سببه ايه؟ هم اشتغلوا على التلت ساعة بتوع الشوط الثاني اللي اتلعبوا في القاهرة. اما نزل اوناجم واشتغل كان بيلعب على معلول بالظبط. هو نزل عشان الراجل كان محول طريقة اللعب ل 4-3-3 بالضغط على النادي الاهلي بعد ما احرز هو الهدف. ونزل يوسف هرة او بهرة ايا كان الاسم. ضغط على اطراف النادي الاهلي عشان يوقف من خطورتهم. في الوقت اللي النادي الاهلي لما الجول هنا يعني، ما هو اللي عامل الجون اللي جه في النادي الاهلي ايوب العملود. اما اشتغل وراح بسرعته على محمد عبد المنعم وعمل بالعرض، حتى محمد ما عندوش الرياكشن. ما انا هعمل حاجتين، يصطدم بيه وتبقى ضربه جزاء، يا اما اتلاشى وعندي زمايلي يقدروا يشيلوا الهجمه دي. بصي فكره ان فاند بروك اقتنع بالطعم اللي اداهوله كولر، هو الشوط الثاني انا امنت المباراه وانا كسبت الاهلي مش هيهدف. الاهلي الشراسه الهجوميه بتاعته وشخصيته في الملعب الشوط الثاني علق كفه النادي الاهلي. اعكس الايه بقى من المشككين اخر 12 دقيقه بالظبط، الثمانيه والاربعه اللي من الدقيقه 85 والثمان دقائق الاضافيه. 13 دقيقه الاهلي يحط 5 اهداف، محمد شريف 3 مرات، عبد القادر مرتين،
السوليه انفراد من الراجل ما رضاش حتى يديله ضربه حره على ال 18. شوفوا واصعب كره فيهم الهدف. احلى لقطه يتقال فيها التأنيب، يمكرنا ويمكر الله والله خير الماكرين، اما زولا بيأنب امين فرحان عشان انت اللي كنت ماسكه مان، وعبد المنعم جاب الكره اللي ما تجيش جون. بصي شوفي سيناريوهات اللي يفهمها اللي كان جوه الملعب. يمكن انا كنت بقول لإيهاب بره امنيه حياتي اكون بلعب ماتشات زي دي، اشوف الشراسه اللي في عينين الناس دي. يعني هم مش احسن مننا ولا هم اقوى مننا ولا هم هيعلموا علينا ولا هتحصل. ليه كولر كان باين انه قلقان في بدايه الشوط الاول؟ طب هقول لك على حاجه. زوجتي بتقول لي واحنا مع بعض بتقول لي الراجل اصفر من كتر الضغط العصبي اللي عليه. الراجل ملامحه مش مركز. الراجل لما دخل في الشوط الثاني وكان عنده ايجابيه في التغيير، ما طولش المسافه اللي تملي. كان في الدقيقه 68. شوف 68 تملي بيستنى لل 75. وهو بيفكر ابتدى يعمل توازن الانضباط التكتيكي. بفكر في مين؟ حمدي مش لايقه عليه يبقى قفشه، كهربا يبقى شريف، حمدي فتحي يبقى عبد القادر، حسين الشحات يبقى السليه. ايا كانت التغييرات، انت نزلت دم جديد بيتحكم في نتم المباراه. قفشه، السليه، عبد القادر. كنت مفتقد حلقه الربط دي ما بين نص الملعب والهجوم. ده اللي احنا قلناه يعني في الماتش اللي كانت هنا. وانت دخل فيك الهدف قبليها في الدقيقه 60 كنت غيرت قفشه عشان يتحكم في رتم امتى يا علي؟ لدرجه ان في لقطه جت بيشاور لعبد القادر قال له انا ما قلتلكش روح على الهدف، ننقل الكوره فنستهلك وقت. الاجانب في التسعينات كان يقول لك ايه؟ خد الكوره وروح على الرايه، اقف وانت بتقف هتاخد فاول، يبقى انت استفدت بالاولى والثانيه والثالثه. علي معلول بيشاور عشان الكره ما فيهاش حاجه. علي معلول قطعها ونجم مثل عمل فاول بمهاره الخداع. يعني عمل فاول بمهاره الخداع. بس بصي بصي رد فعل كولر، الراجل اللي كان عنده ثبات انفعالي. المصريين خلوه نطق. المصريين خلوه نطق، قال كل حاجه. زي ما خلينا علي معلول ينطق. بس علي هنقول دي ملعب. اما هو الراجل ده في لقطه وانت حضرتك على الهوا، الحكم الرابع رايح وعلي معلول بيرمي الاوت تاني. اتعملت في مصر في محمد هاني والنهارده بتتعمل علي معلول. هو انتم متفقين على مين؟ وده بقى اللي هيخليني اتكلم عن بلاك تسيما. حكم الماتش النهارده كان يستاهل كل الضجه اللي احنا عملناها الفتره اللي فاتت وحوالين اسمه. لا يعتزل، يعتزل ما يكملش، ده تعبنا. في حكم بيعمل سبرنت وعنده ما عندوش ثبات انفعالي ويزق اللعيبه، ده رايح بيهدده. رايح بيهدده، يعني ده انت خرجت اللعيبه عن شعورها. انت الرياكشن بتاعك والامور الملامح بتاعتك، انت رايح تنفعل على لعيبه النادي الاهلي. انت خايف انك تدي لحد فيهم انذار، انت خايف تعمل فاول، انت بتدور على الفاولات الايجابيه اللي تحرج النادي الاهلي. طب اشوف كابتن ناصر عباس متفق مع الفكره دي والنقطه دي ولا لا؟ الحكم الدولي السابق كابتن ناصر عباس، اهلا بيك. بصي تحياتي ليك كابتن سام وتحياتي لضيفك، بس مش عارف مين مع حضرتك. كابتن عمرو الحديدي معانا النهارده. كابتن عمرو ازي حضرتك؟ الف مبروك والف مبروك يا كابتن ناصر. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. كابتن ناصر، شفت النهارده ايه رايك في التحكيم وبلاك سيما تحديدا؟ طب هقول لك على الحقيقه طيب، وتصدقيني بعد اذنك بس، عشان قلت حاجه قبل المباراه وقلت قبل ما ساعه ما تعين الحكم للمباراه. قلت ايه؟ قلت ان هذه المباراه لابد النادي الاهلي يتحدى التحكيم فيها، لان انا كنت واثق جدا جدا ان في الاجواء دي يا سهام هيحصل في حاجات يعني خارجه خالص عن نطاق التحكيم. وده حدث بالفعل، وانا مش هتكلم كلام مرسل، ولكن انا هقول لك اكتر من نقطه حصلت النهارده. طب قول لي اكتر من لقطه. من لقطه. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. لاعب الوداد يسقط في الثلث الدفاعي للنادي الاهلي. من غير اي مخالفه، من غير اي مخالفه. هل من المعقول النهارده هجمه واعده ممكن يجي منها هدف للنادي الاهلي يوقف المباراه لما لقى الهجمه موجوده في الثلث الهجومي او الثلث الدفاعي للنادي الوداد ووقف المباراه؟ وارجع يا جماعه، ارجع للمخالفه اللي هي لاعب يسقط وبيضيع وقت، ودي عملت مشكله وكانت لغز كبير جدا جدا في المباراه. دي عاوز اقول لك على حاجه، التحكيم مش بس الحكم بيحسب ركله جزاء او لا، التحكيم في حاجات ثانيه تهام، عارفه مش اي حد ياخد باله منها. الحكم النهارده لعب بالمباراه، مش هقول لك ادارها طبقا للقانون، هو لعب بالمباراه. كل حاجه هو كان عاوز يعملها عملها لك، ولكن اراده ربنا سبحانه وتعالى اقوى من اي شيء. والله بكلمك بجد، لما نيجي النهارده زي ما قلت لك هجمه واحده للنادي الاهلي ووقف الهجمه وارجع عشان خاطر في لاعب فقط، نفس الحدث حصل للنادي الاهلي لما كان لما جاب الكوره. شفنا تقريبا شريف سقط في منطقه جزاء الوداد وكانت هجمه للوداد. هقول لك بس الاختلاف المعايير هنا وهنا. قال له ايه؟ قال له قوم.
قال له هو مش هوقف. انا بس بوريكي الفرق ما بين اداره الحكم للمباراه. وانا قلت لو الحكم ما قدرش مباراه بمعيار واحد على الفريقين هيكون في ظلم للنادي الاهلي. دي حاجه. هقول لك على مفاجاه ثانيه ودي بقى خديها عندي. هدف الوداد لا توجد مخالفه من علي معلول في هذه اللعبه. لو انت عندك اللقطه حضرتك لا توجد مخالفه تماما من علي معلول بتاعت النجم. علي معلول نجح في لعب الكره. عارفه مين؟ والله انا مش مجامل للاهلي ولا حاجه، لا الاهلي كسب وخد البطوله. بس هقول لك على اخطاء تحكيميه فادحه. لما علي معلول يستخلص الكره وينجح في لعبها ويجي لاعب الوداد هو اللي يرتكب المخالفه ان هو يحط رجليه، نفاجئ ان الحكم المساعد رقم واحد بيدي مخالفه والحكم بيصفر معاه فاول على النادي الاهلي. أيوه. دي من ضمن الحاجات اللي تبين ان التحكيم ما كانش ماشي النهارده بمعيار واحد. التحكيم النهارده كان ماشي في حته واحده للاسف دي وهي الوداد. حذرت من الشخصيه التحكيميه النهارده. هقول لك على مفاجاه. هذه الشخصيه التحكيميه لم تنجح في اداره المباراه بل بالعكس. اسوء شيء النهارده في المباراه هو حكم المباراه. طب يا كابتن ناصر الهدف من ده ايه؟ يعني انا كنت بسمع او سمعت الكابتن جهاد جريشه تصريحات من يومين بالظبط بيقول الراجل ده واي حكم على فكره وحضرتك يعني ادرى الناس بده انه اي حكم او اي حد لازم يكون خايف على اسمه وسمعته. وده راجل بتكلم هنا وبقصد بلاك تسيما انه راجل كان عينه على كاس العالم مش انه هو خلاص بينهي تاريخه وبينهي السي في بتاعه بنهايه دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. الراجل ده يعني تفتكر ايه دوافعه؟ يعني انه هو يكيل بمكيالين؟ وده اللي انا فهمته من كلام حضرتك دلوقتي. كابتن سامة حييكي وسؤالك مهم جدا 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 وبحيي حضرتك عليه. على يعني عاوز اقول حاجه مهمه، عارفه ايه هو او ايه هي؟ خلي بالك خلي بالك. انا قلت زي ما حضرتك قلت كده، قلت ان الراجل ده 43 سنه ليه تاريخ تحكيم كتير المفروض يحافظ عليه، يسطر النهارده يسطر او يعمل عصاره جهده في ان هو يخرج النهارده افضل واحد في المباراه. يخرج باب الكبير. قلت زي ما حضرتك قلت كده. في نفس الوقت قلت لا، احيانا سلسام المباراه وضغوطها بتبقى اقوى من الحكم، خاصه لما الحكم يكون ما عندوش شخصيه. المباراه وضغوطها هنا بيمان معدن الحكم. في ظل هذه الاجواء الجماهير ونتيجه المباراه وبطوله كبيره جدا جدا هنا بان معدن الحكم للاسف الشديد. ده كان الاختبار الحقيقي لبملك اللي هو كان عاوز يكسر تاريخ كبير. كان النهارده اثبت للعالم كله ان هو كان فير وكان بيحسب المعايير الواحده. ولكن احنا فوجئنا النهارده هو تاثر تاثر كبير جدا جدا وتخلى عن الفير بلاي اللي اتحكى وبيتكلم عليه. وللاسف ربنا سبحانه وتعالى كرم النادي الاهلي النهارده بهدف التعادل وخد البطوله. ولكن لازم نقف نتهم وقفه. خلي بالك من التحكيم. التحكيم النهارده للاسف الشديد في افريقيا لابد ان يكون في وقفه كبيره جدا. وانا استغربت من بعض الزملاء، انا طبعا مش عايز اتكلم، ولكن هم اشادوا بقبلك. ولكن هم للاسف اشادوا بيه قبل المباراه. تمام. وكان نفسي ان هم يقيموه اثناء المباراه. النهارده يا كابتن ناصر، النهارده الصبح اشادوا بيه. اشادوا بيه كابتن ناصر. ده في كوره بتاع اللي حضرتك اتكلمت عنها بتاعت كهربا وحسين الشحات، حسين اللي افتعل المشكله وادى الانذار لكهربا. الراجل مش مركز، اللعيبه كانت بتتجمع عليه عشان تشتته وتحصل المشاده والاستفزاز ما بينها وما بين اللعيبه. في ماتشين يا كابتن ناصر يجي لنا معتز ابراهيم الشلماني ويجي لنا باتيسما، ده ولا مين ده؟ مين ده في الكوره الاوروبيه؟ معتز الشلماني كانت الناس طايره بيه طير، وسائل الاعلام اللي بيه كانت طايره بيه طير. هقول لك الحقيقه، طبعا انا مش عشان خاطر بحلل مباراه الاهلي، اولا انا راجل محاضر ومعتمد وخدت يمكن اكثر من كورس والحمد لله رقبت هؤلاء الحكام في افريقيا. يعني انا رقبت قبل كده، مش عايز اقول رقبت يعني حكام النخبه، ولكن معتز الشلماني للاسف الشديد، وانا لما كنت قلت ان هناك قرارات للاسف الشديد كانت ضد النادي الاهلي. البعض طلع دافع عن الحكم. ومش عايز اقول كلام يعني كان مش هينفع اقوله، وانا عارف هم قالوا لي الكلام دوت. خلاص يا كابتن، احنا برضو مش عايزين نتكلم في القديم، كسبنا وعايزين نقول مبروك، والمهم ان احنا كسبنا وهو ده النادي الاهلي اللي بينتصر في النهايه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. شكرا جزيلا ليك كابتن ناصر عباس. عايز اتكلم عن الصوره دي، صوره انا مش شايفاهم. لا ده كانوا راشين دخان، كانوا راشين دخان، كان في ناموس فراشين دخان في المغرب. ما الدخان ده كله ما حدش شايف حد. رشين مش دي انا بتريق. انا بتريق. انا برضو حاسه انا بتريق. مش دي شماريخ، مش دي الشماريخ اللي عملت لنا مشكله في مصر؟ مش دي الشماريخ اللي عملت لنا افتعال؟ بتبقى تاثيرها ايه على اللاعبين يا كابتن؟ الرؤيه. اذا كان الليزر بادئ من اول دقيقه مع الشناوي ومحمد عبد المنعم، غير الرؤيه بقى بتعمل فيهم ايه؟ بيخليهم مثلا يجوا في وقت من الاوقات يحبطوا. انت حضرتك ده دخان. انا شايف زميلي اللي مقرب مني بالعافيه. هشوف التاني ايه، وبعدين التاني لابس ابيض، يعني الرؤيه مش هتبقى موجوده عندي اصلا. بس يحسب له انه وقف الماتش.
يحسب له انه وقف اما استدعاه مراقب المباراه هو ما وقفوش من نفسه اما استدعاه مراقب المباراه بس بصي هي كرم ربنا يمكرونا ويمكر الله والله خير الماكرين الماتشين احنا خدنا منهم اللي احنا عايزينه كسبنا هنا وكسبنا هنا حساب اتحاد جده بيهني النادي الاهلي على موقع تويتر على صفحته و الناس يا جماعه مش هتنام وحساب مانشستر سيتي كمان بيهني النادي الاهلي معانا اهو تهانينا للاهلي المصري حصوله على بطوله دوري ابطال افريقيا لموسم 2023 نشوفكم قريب في كاس العالم للانديه خلينا نتكلم في سون تيجي نتكلم في بكره هو خلاص نراكم في المملكة العربية السعودية الناس بتتكلم بيقدم تهنئة للنادي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا نراكم في المملكة العربية السعودية وأنا بقول إنه نسخة كأس العالم للأندية السنة دي نسخة مختلفة تماما يا كابتن عمرو ملوك أفريقيا ال11 بتوقيت الأهلي حقه موضوع منتهي اي تعليق ده عنواننا ده عنواننا ال11 اللي كانت لسه موجودة فاضل النسر بس الأهلي يقدر بصي انا مقتنع ان النادي الاهلي يقدر مع صفاره الحكم تقول المباراه انتهت غير كده الاهلي بيحقق اصعب معادله وهي التتويج للمنصه في اي وقت كلمني بقى عن كاس العالم للانديه احنا بنتكلم النهارده عن كاس العالم للانديه هيكون في المملكه العربيه السعوديه قريبا ان شاء الله انديه كبيره هتلعب قبل ما تكون الانديه التاريخ مروان النهارده بيعمل تاريخ خالد عبد الفتاح بيعمل تاريخ كوكا القندوسي كل اللعيبه اللي ما طلعتش منصه تتويج بتعمل تاريخ نفسها التاريخ ده شوبير مصطفى بس هنقول مصطفى كان موجود من ايام موسيماني احنا ما بنختلفش الاهلي بنى المشروع واشتغل عليه وحقق البنيه التحتيه وجاب كولر اللي هو لو احنا بنقول له جميل الاهلي انت البارون انا قلت عليه الثعلب المكار بيعرف ياخد من المباراه البر الامان وصل انه اشتغل مع النادي الاهلي التدوير عشان تدوير عام يعرف امكانيات اللعيبه ويعرفه كل واحد فيهم انا كمدرب اعرفك امكانياته وانت لعيب تعرفني امكانياتك وتقنعني بيها ثم التدوير المؤقت واختيار الانسب ينفع للنادي الاهلي رغم عدم وجود صفقات عدم وجود فرود ايجابي للنادي الاهلي خرج من المباراه حتى اللقطه اللي كنا بنقول عليها ما فيش حراس مرمى الاهلي بقى عنده ذخيره من حراس مرمى الشناوي وعلي لطفي ومخلوف وشوبير وحمزه علاء كتير الاهلي بقى عنده غني بلعيبته الاهلي غني بلعيبته الاهلي عنده ما يكفيه الكابتن محمود اهي ال11 للاهلي بالتتويج بالصوره والشعار والنسر احنا بنقول النادي صورة الاهلي صوره مكتمله لا خلاص انت بتتكلم جماهير خلاص كامله ال11 شعار النادي الاهلي بطوله افريقيا النسر بيضلل على النادي الاهلي وبرج الجزيره خلاص انت وصلتي لكل حاجه كل المعالم التاريخيه اللي تقول النادي الاهلي موجوده صوره وكل حاجه ما كانش فيه فرصة أن أنا أسألك السؤال ده بس على كل الأحوال بهنيك وبهني جمهور النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي ألف ألف مبروك شكرا كابتن عمرو شرفتنا النهاردة في الحلقة الخاصة دي شكرا ألف مبروك للنادي الأهلي والكرة المصرية ومبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته على رأسهم الكابتن محمود الخطيب شكرا جزيلا